السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول: معاناة أهالي الموصل بين دمار المدينة وفاجعة الغرق الأخيرة تشعل المحافظة وتدفع المدنيين للتصعيد. في العنوان الثاني: غرق مستشفيات وخلو بعضها الآخر من الكوادر يعكس الواقع الصحي المتردي في العراق. وفي العنوان الثالث لدينا: السياسات الخاطئة والحلول الترقيعية تلقي بظلالها على الواقع الزراعي في العراق وتكشف كارثة جديدة. وفي عنواننا الرابع: انهيار البنية التحتية وعدم الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة والفيضانات تسبب بغرق مناطق في العراق. أهلا بكم. تحدثت امرأة موصلية عن ما يحدث في المدينة من كوارث وبقاء الجثث تحت الأنقاض، وناشدت العراقيين أن يثوروا ضد الفاسدين بحسب ما ذكرت، فلنشاهد. ما حد اعترف بي، أي مسؤولة مخازن، 25 سنة خدمة عندي، راتبي 1,045,000، دست بهاي القندرة على مود وطني، على مود ديني، على مود ديني. اطلعوا يا العراقيين، ما اقول المصلاوين، بصرة، موصل، دهوك، ديالة، جميع كل المحافظات، انطلقوا. إلى أمتى تبقون ساكتين؟ اليوم جيت بعزاك، باكر من يجي بعزايا؟ دا يقتلون ناس ورا ناس، يضحكون علينا، يضحكون علينا. أمر مدبر من عيد لعين الكفار، أمر مدبر. من ياخذ، من ياخذ حق ذول المظلومين اللي راحوا غرقوا أطفال ورود، ورود الموصل جوا الأنقاض؟ وينك يا المحافظ؟ وينك انت محافظ وتطلع القتلى من جوا الأنقاض؟ وكانوا معمار، تعرف ايش قد فقد قتله؟ الناس تلم نحاس وحديد وذهب وورق، ومعمار تلم قتله تدفن، يقولوا لها هاي داعش. اقول لهم ذولا ولد الموصل. احنا سنة وشيعة وكرد وعرب، ويلكم العراقيين صحوا. ضحايا فاجعة الموصل الذين قضوا غرقا لا يزال بعضهم لم يتم انتشال جثثهم، وآخرون لا يجدون قبرا يؤويهم. تحدث رجل عن مأساة أخرى تلاقي أهالي المدينة بسبب طلب مبالغ كبيرة نظير دفن ضحاياهم، فنشاهد. أنا عندي أربعة، اثنين من أصدقائي واثنين جيراننا. هسه قطيع أمورهم تعبانة، زين هذول هسه لحد الآن مفقودين، هاي من الساعة 7 ولحد الآن ما لقيناهم، مفقودين لحد الآن. تكلفة دفنهم ايش قد؟ أخي أنا قبل بالعاشر، 10 و11 و12 دفنت أعمامي وعماتي، أروح على المقبرة مال التلفزيون، يريدون 300، تبازرهم وهذه من هنا وصلت من هنا 250,000. زين هذا المفجوع فجعة الموصل صارت اليوم، عنده 7 عنده 6 على 250,000، هذا ما عنده إمكانية. أهل الغيرة، أهل النشامة، يا شيوخ العشائر، ترى ناس توجهوا على المقابر، ناس ما عندها حق الدفنة، ما عندهم حق لقمة، ما عندهم. يا أهل الغيرة، يا أهل الشيوخ، يا مسؤولين، ترى ناس ما عندهم، توجهوا على المقابر، ترى القبر حيحفرون 250-300، ناس ما عندهم. ها يا المنظمات، يا المسؤولين، لا الطيارات الأمريكية مليانة القصر. نظم أهالي قضاء المسيب وقفة تضامنية في محافظة بابل مع ضحايا فاجعة العبارة في مدينة الموصل الأخيرة، وطالبوا بمحاسبة المقصرين، فنشاهد. اليوم يقف أهالي سدة الهندية موقفاً وتضامنا ما حدث في مدينة الموصل الحدباء، مدينة أم الربيعين، مدينة التي تعرضت إلى عدة كوارث. هذه الكارثة نتمنى أنه مسك ختامها فرح وسعادة،
اليوم يقف أبناء هذه المدينة حزنا وألما على ما أصابهم من هذا الحدث الجلل. أكو مسؤول كبير يقيل اللي كان سبب بهاي الفاجعة والكارثة، بس احنا ويا من نحكي المن نقول هي كلها من الأول للأخير، ما نقول الكل 90% من عندهم فاسدين و90% من عندهم حايرين بس بالبوق وما حد له علاقة بالشعب، وإلا هو لو أكو أسألك بالله لو أكو إدارة صالحة ولو أكو نظام دولة صحيح تصير هيك فاجعة؟ ماكو هيك شيء عمي، بالعالم كله ماكو هيك حكي. مئات راحت من عندنا أطفال ونساء ورجال، على شنو؟ ليش؟ شنو سببها؟ سببها الأول والأخير الفساد المستشري بهاي الدولة المظلومة. هذا الشيء ما لا تكفي، وإنما هاي مجرد رسالة للمسؤولين للحكومة العراقية، وإلا هذه مصيبة. زين يعني شعب ينذبح بيوم واحد، زين ميت في الشعب العراقي هذا الذبح والحكومة ساكتة. احنا ما تفيدنا بس التنديد، ما تفيدنا التنديد، وإلا رئيس الوزراء بصف المحافظ ما يقدر يعتقله. زين شنو يقيل المحافظ؟ على أساس يقيل المحافظ؟ المحافظ الأول والأخير هو المسؤول عن هذه الجريمة. زين وإلا متنزه أو مدينة العاب تصير بها جريمة كبرى. يبدو أن الغرق كتب على كل شيء في العراق ليس للبشر فقط، حيث يعاني القطاع الصحي من تردي الواقع الذي يمر فيه بزمن حكومات الاحتلال المتعاقبة وتردي الواقع الخدمي في المستشفيات. مستشفى الزهراوي في محافظة ميسان يغرق بعد دخول مياه الأمطار إليه وعدم وجود مجار لتصريف المياه، فنشاهد. مشهد آخر من مكان مختلف وفي المستشفى التعليمي تحديدا في مدينة البصرة، الجناح الخاص يخلو من الموظفين والأطباء ولا يوجد من يقوم بمراجعة المرضى الراقدين ومعاينتهم بالرغم من المبالغ الطائلة التي تؤخذ من المرضى، فنشاهد. السلام عليكم، هذا مستشفى التعليمي الجناح الخاص يقصون النفر 400 ألف، بس الصبح أشوف لك دكتور وهسه هاي 5 ساعات ولا دكتور مر عليك، وين ما تروح والمرضى ضالة. زين مرضى ضالة لا دكتور ولا شيء، هاي بس اسمه خاص يقصون من العالم فلوس. شوفه فارغ، وين المسؤول؟ وين الإدارة؟ ننتقل إلى موضوع آخر. بعد أن قامت الحكومة بضخ المياه على الأراضي الزراعية بسبب محاولتها إبعاد المياه عن آبار النفط، أدت هذه الخطوة إلى إتلاف آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية. نشاهد معكم أحد المزارعين وهو يشكي حاله على ما حل بالأراضي الزراعية، فنشاهد. السلام عليكم أخوان الناشد، مجلس محافظة البصرة والمحافظ سعد العيداني، يعني هذا الزرع باوع يا أخوان، باوعوا شلون جاي خيره، وهذا السنبل مالي مو حرام، يعني تتفيض هاي الناس الفقرة وين راح تعبها وين راحت فلوسها؟ أيوة الله يرضى الله. محمد باوع العالم تحصيد وتتعب وتكرب والنوب تالي كل شي ماكو على مود الشركات النفطية. احنا شو محصلين من الشركات النفطية؟ لا شغل لا عمل، أولادنا قاعدين الله شاهد ورسوله، باعوا هذا الخير جاي والنعمة اها باوع. ليش يا جماعة؟ ليش باوع؟ باوع السنابل هاي الحلوة نحصد بالبليته. اي والله يعني الحصاد يصير بالبليته، باوع رحمة على والديك، صور لي هذا باوع هاي الخير والنعمة. يعني احنا بشو محصلين من الشركات النفطية؟ كل شي ماكو، بس بخت المسؤولين
وهاي ابناء الشعب كل شيء ماكو يوصل خيرها وتروح هدر هاي الثروه. غرقوا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والبساتين وأحواض الأسماك في مناطق شرق القرنة في البصرة بعد ارتفاع مناسيب مياه شط العرب نتيجة الإطلاقات المائية الكبيرة. فنشاهد. ننتقل إلى موضوع آخر ليس ببعيد عما شاهدناه قبل قليل. أمطار غزيرة نتج عنها سيول ضربت مناطق العراق وأدت إلى انقطاع الطرق وتدمير عدد من الجسور وارتفاع في مناسب الأنهر وسط تحذيرات أطلقها الدفاع المدني بعد غرق عدة مناطق. نتابع الآن غرق قرية الفداغية التابعة لقضاء الفاو جنوبي البصرة نتيجة السيول والأمطار وارتفاع منسوب شط العرب. فنشاهد. خير عم السلام عليكم. هاي الفداغية الله يكون بعونكم. من الصباح حتى الله الساعة بالخمسة الفجر لا ضبيت ولا شيء. العالم غرقة صعد الماي عليها. هاي العالم لا رحمة ولا مني نادي. العالم قاعدة الصبح لقيت روحها مسيسة بالماي. وين تحكي من تنادي؟ جاي يعبر من مكان لمكان. للتصحيح منطقة الفداغية كما قال صاحب المقطع. مياه الأمطار والفيضانات غمرت منطقة عويسان في محافظة البصرة. دعونا نشاهد. نبقى في محافظة البصرة حيث غرقت أحياء في قضاء أبي الخصيب بعد ارتفاع مناسيب الأنهر وارتفاع منسوب شط العرب ووصلت مياهه إلى بيوت المواطنين ولا يوجد حل حكومي لمساعدة المواطنين على إخلاء منازلهم كما يقول الأهالي. فنشاهد. السلام عليكم. قواكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيري اليوم الواد فايضة جابة بعد هذا زوج جانا من هسه احنا بيوتنا فاضت هسه وانا جاي شفت الوادم منا فاضت هذه الاطلال ترى راح تطيح هسه لا حكومه فزعت لنا وادم محمل اغراضها وشالت لنا البيوت. اي عالم شالك هاي بيوت الفاضت عالم شالك بيوت الفاضت. شو تسوي بعد ما طلع هذا ما يوصل للشارع. الله يقبل محمد. وين الحكومه الناشد الحكومه خلي يشوفون هاي البيوت كلها فاضت. الناشد الحكومه الناشد قائم مقام الله اكبر. هذا بيته صار تو باني خطير الماي صار جوال بس ما له وقت وناشدنا الحكومه قبل اسبوعين
يابا بس عجبونا الاليات، خمسة هاي انكسروا من على العجراويه، يقولون ما عندنا اليات. قلنا لهم اليات الحشد موجوده هنا، خذ تفزع عنا وسد هاي الكسره، ما راجعوهم ضالين احنا بين حالنا ومالنا. ومن البصرة ننتقل إلى مدينة الموصل، حيث غرق 300 منزل في قرية الجدعة في مدينة الموصل جراء الفيضانات التي ضربت المنطقة. فلنشاهد. أهلا بكم من جديد. استخدم أهالي مدينة البصرة الزوارق في العبور إلى الضفة الثانية من شط العرب بعد غلق جسر التنومة نتيجة ارتفاع منسوب المياه، لكن الزوارق تفتقر إلى شروط السلامة والأمان ولا تحتوي على نجادات للإنقاذ. هذا الأمر يولد مخاوف من تكرار حدوث كارثة مشابهة لما حدث في مدينة الموصل. دعونا بداية نشاهد هذا المقطع. منسوب المياه اليوم بشط العرب كلش ارتفاع، وهذا الجسر اللي يفصل بين مركز المدينة ومنطقة التنومة انسد، وهذا خلى أهل الزوارق تنتعش شغلهم، ومثل ما تشوفون النفر بألف وبدأت المنطقة تشتغل، يعني بدأوا أهل الزوارق يشتغلون بهذا الجانب على أمل أنه الحكومة تفتح هذا الجسر، بس ظاهر ما راح يفتح بهاي الفترة. هاي هذا الزورق اللي يجي من التنومة، وهذا زورق متجه إلى التنومة، هو كالعادة أمور سلامة موجودة بالزورق. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. وليد يقول: سعر بطاقة الموت في العراق رخصت من 2000 إلى 1000 دينار عراقي، يقصد تكلفة الانتقال عبر هذه الزوارق. في تعليق آخر، سالي محمد تقول: لا شروط سلامة بالعراق، وكل الناس تمطر عدهم خير وبركة، إلا إحنا تجينا مصايب وكوارث. في تعليق آخر، أبو علي يقول: تردون تسوونا مصيبة ثانية، تردون تسوونا مصيبة ثانية، على الأقل سووا جسر ثاني مثل الجسر الإيطالي تعبر الناس منه. في تعليق آخر لدينا على هذا الموضوع، إبراهيم عبد الله الطائي يقول: النفر ألف، يعني سعر الموت ألف، يا بأهلنا بالبصرة لبسوا النجادات، لا تستهينون بالموضوع، والله ما ناقصين موت. في تعليق آخر، كيفن يقول أو تقول: يا معودين استر علينا، ما لنا خلق تصير فاجعة مثل الموصل. وفي آخر التعليقات لدينا مشاهدينا الكرام، هناء السامرائي تقول: العتب على الشرطة النهرية القريبة منهم، وما شفنا تدخل أو ما شفنا تدخل أو إرشاد منهم لأصحاب الزوارق. هذا خلل كنا قد شخصناه سابقا عن قضية الإهمال الواضح لدى قطاع الشرطة النهرية، وهذا طبعا يعود إلى وزارة الداخلية مرة ثانية ويعود إلى السلطة. بالنهاية المحصلة هي إهمال للواقع الأمني لحياة المواطنين، وبالتالي نرى هذه الفواجع وهذه الكوارث تحدث بين حين وآخر، نظرا للفساد المستشري، نظرا للإهمال المتعمد كما يقول الكثيرون. نراكم بعد قليل. في
في فقرة الهاشتاج الموضوع هو إقالة العاقوب، هكذا تداول النشطاء على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي هذا الوسم، طبعا غردوا ببعض التغريدات، إقالة نوفل العاقوب محافظ نينوى نظرا لما حدث في مدينة الموصل من فاجعة. يزن المصلاوي يقول تركوا القضية الرئيسية وهي محاسبة المسؤولين عن العبارة وراحوا يلهثون وراء منصب المحافظ. لم أجد أخبث ولا أجرم من السياسيين يستغلون الضحايا الأبرياء من أجل مآربهم. وفي تغريدة أخرى علاء الأسد يقول محافظ الموصل هو القربان الذي تم تقديمه من أجل تهدئة الشارع والتستر على من يقف وراءه، ولولا الضجة الإعلامية التي حولت كارثة العبارة إلى قضية رأي عام لما تمت إقالة العاقوب، حتى لو أفنى سكان أم الربيعين عن آخرهم. وفي تغريدة أخرى مهند حبيب يقول العراق بحاجة للتغيير لمنهج مغاير في معالجة المشكلات التي تمر به، ولا يحتاج لإقالات شكلية وتبديل فاسد بشخص آخر قد لا يقل عنه فسادا. وفي آخر التغريدات لدينا عن هذا الموضوع علي يقول اطردوا الميليشيات من الموصل لأن إقالة العاقوب لا تكفي فهم رأس البلاء. طبعا هو نوفل العاقوب محافظ نينوى أصلا اعترف بهذا الموضوع أنه هناك ميليشيات مسيطرة ولديها نسب معينة في مدينة الموصل في المشاريع الموجودة الخدمات الموجودة لديهم نسب، ذكر ميليشيا العصائب، لكن هذا الموضوع كما ذكر في آخر تغريدة ليس هو الموضوع الرئيسي. هناك ميليشيات مسيطرة، هناك فساد أعلى، هناك فقدان للسيطرة من قبل الدولة من قبل رأس الهرم الموجود في السلطة الآن، وبالتالي فقدان السيطرة إن كان من رأس الهرم فلا عتب على المحافظ ولا غيره، يجب أن يكون التغيير جذري كما يقول العراقيون. نراكم بعد قليل. بفقرة بعد الهاشتاج، طبعا أي موظف يعمل في أي مكان خطر في العالم يتعرض بالتالي هو أيضا إلى أخطار ومعوقات ربما قد تواجهه في حياته العامة بشكل طبيعي ومنطقي نظرا للبلد الذي يعيش فيه. في العراق طبعا هناك تهديد واضح لحياة المواطنين، لحياة العراقيين بشكل عام، والموظفون هم جزء من هذا التهديد أو جزء من هذا المجتمع الذي يتعرض للتهديد. الموظفون العراقيون والمخاطر التي تواجههم، دعونا نتعرف على جزء منها. وفي الختام أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.